تمر الذكرى التاسعة لاندلاع ثورة 17 من فبراير، حيث وقبل 9 سنوات اندفع الليبيون نحو الساحات هاتفين بصوت واحد، حاملين آمالاً كبيرة بالتغيير. المظاهرات السلمية كانت قد بدأت فعلياً في 15 من فبراير عام 2011 في عدد من المدن الليبية الشرقية والغربية، وتحولت بعد فترة قليلة من الزمن هذه المظاهرات السلمية إلى عمل مسلح بعد انشقاق عدد كبير من الضباط والمسؤولين وانتقالهم لصف الثوار. خرجت جميع المدن الشرقية وبعض من المدن الغربية عن سيطرة النظام، وشكل الثوار في المناطق المحررة حكومة مؤقتة برئاسة وزير العدل بالنظام السابق والمنشق مصطفى عبد الجليل، والذي كان أول مسؤول ينشق عن النظام. انتهت ثورة 17 من فبراير، وأعقب انتهاؤها دخول البلاد في مرحلة انتقالية، لتبقى الثورة الليبية في نظر الكثير حادثاً استثنائياً أوجده الشباب الليبي الذي لم تدفعهم أي أجندات أو مخططات.